رفض أبناء وبنات مديرية جبلة بمحافظة إب البنك المركزي اليمني استجابة لنداء الواجب الديني والوطني. تواصلا للدعم الوطني للبنك المركزي، أبناء عزلة المكتب بمديرية جبلة محافظة إب رفضوا البنك بالمبالغ المالية استجابة لنداء الواجب الديني والوطني بحضور مدير المديرية محمد المريسي ومشرف المديرية حميد المتوكل. أبناء مديرية جبلة بعجلها وقراها ليدشنوا حملة التبرعات دعما للبنك المركزي اليمني، وهذا أقل بقليل مما قدموه في من أرواحهم، قدموا أرواحهم رخيصة سلامة لسيادة اليمن والبلد، وتقديم المال ليس بأهمية من الأرواح، وسوف يقدمون الغالي والنفيس إن شاء الله. نحن أبناء عزلة المكتب والمعشار والذين توافدوا إلى هنا للتبرع لدعم البنك المركزي ولشراء الوطن ممن باعوه للخارج، وسوف يعلمكم الإنسان البسيط اليمني كيف يرفع اقتصاده وعنده الوعي الكامل كيف يحافظ على بنكه ويحافظ على مستوى الاقتصادي. سوف نقدم كل ما لدينا من دعم مادي ومالي ونجود حتى بدمائنا لرفض البنك المركزي ورفض أخواننا في الجبهات. وللنساء أيضا دورهن في حماية الوطن والتضحية لأجله. هنا في مديرية جبلة بمحافظة إب شاركن النساء بالحملة الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني، مشددات على البذل قدر الإمكان حتى يصبح الوطن في ثبات واستقرار اقتصاديين. هذا واجب وطني لكل يمني ويمني أو طالب وطالبة أو أي واحد بينه ذرة من دم ينتمي للوطن احنا معه. أنا أشتري وطني الغالي اليمن الذي باعه هادي. أنا نتبرع بمصروفنا اليومي للبنك المركزي اليمني، وكنا نتمنى التبرع بمبالغ أكثر ولكن الظروف لم تسمح بذلك. قمنا حملة تدشين لدعم البنك المركزي بمدرسة الثورة، وبإذن الله جميع الطالبات والمشاركات إن شاء الله تنجح هذه الحملة في هذا الدعم بإذن الله، وأتمنى من الجميع الكل يشارك بهذه الحملة لأن فيها فائدة واستفادة للكل. رسالتي إلى جميع كل أبناء الشعب اليمني، شعب واحد، أن يقوم بهذه الحملة بحملة التبرعات لدعم البنك المركزي، لأن معظم الشعب اليمني شعب لن يستطيع حكام مملكة الشيطان وحلفائهم أن يدمروا الاقتصاد اليمني بحصارهم ومؤامراتهم، فأبناء اليمن رجال ونساء واقفون لهم بالمرصاد وباتوا يدعمون اقتصادهم بأغلى ما يملكون ليحافظوا على عزة وسيادة الوطن. لقناة اليمن من اليمن زين العابدين المفتي.